بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا لهذا اليوم بموضوع التاسع بعنوان الفسيفساء المزايك. أهداف لدرسنا لهذا اليوم: راح نعرف الفسيفساء، نوضح كيف كان الفسيفساء عبر التاريخ، أيضا نشرح الفسيفساء فن التلاحم والملاحم، راح نعدد جماليات فن الفسيفساء، نوضح طريقة العودة الحديثة لفن الفسيفساء، تقنيات لهذا الفن الجميل، أدوات المستخدمة لهذا الفن. أخو نقطة عندنا في الأهداف راح نوضح خطوات تنفيذ هذا الفن الجميل. نبدأ بأول هدف، تعريف الفسيفساء أو فن المزاييك. نذكر على أنه كلمة إغريقية تعني فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة من الطين المحروق. أول ما بدأوا بفن الفسيفساء اللي هي حرفة صناعة المكعبات، مكعبات صغيرة من الطين المحروق. استعمالاتها، كانوا يستعملونها في ماذا؟ كانوا يستعملونها في الفراغات الأرضية، كانوا يستعملونها في التزيين الجدارية، كانوا يستعملونها عن طريق تثبيتها بالملاط فوق الأسطح الناعمة. كانت توجد هناك أنواع مختلفة وأشكال مميزة تعطي جمال لهذا الفسيفساء. أيضا كانوا يجملون فيها السطوح بمخارط من الطين، لها رؤوس ملونة متعددة. هذه هي استعمالات فن الفسيفساء. ذكرنا الفسيفساء عن أنه كلمة إغريقية تعني فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة من الطين المحروق. طيب، الفسيفساء عبر التاريخ. تعتبر الفسيفساء نوعا من الفن التعبير التبسيطي بتصاميمه ثلاثية الأبعاد. نجد أن هناك هذا الفن فن تعبيري، فن تبسيطي بثلاثية الأبعاد بألوانه الجذابة المتعلقة. أيضا نكمل جمال فن الفسيفساء عبر التاريخ، ما لأنه ألوانه جذابة المتعلقة، ألوان جذابة متعلقة. أيضا هو من أقدم فنون التصوير منذ العصر الحجري. نجد أن هذا الفن وجد منذ القدم، رح نتكلم عنه أيام القدم كيف كانوا يستخدمونه، كيف عملوا على هذا التطوير وجمال هذا الفن إلى وقتنا أو إلى وقت الحديث. فقد كانت تكسي سطوح ومخاريط من الطين، لها رؤوس ملونة. أيضا يعتبر الإغريق هم أول من استخدموا المزاييك تقنية في فنونهم، وذلك قبل 4 قرون قبل الميلاد. استخدموا التقنية اللي هو المزاييك، هم الإغريق هم أول من استخدموا فن ماذا؟ فن الفسيفساء. استخدموا استخدامات لتقنية المزاييك في تزيين ماذا؟ في تزيين الأدوات وتكيسه، الحوائط، في تزيين الأدوات، في تزيين الحوائط. ثم الرومان، تزيين الحوائط، هذا كانت خاصة بالإغريق. ثم نذهب إلى الرومان، ثم البيزنطيين. نلاحظ ماذا؟ تطور في الفسيفساء عبر التاريخ. بدأ فيها الإغريق أولا، بدأ فيها الإغريق، ثانيا بدأ فيها الرومان، ثالثا بدأ فيها البيزنطيين الذين أدخلوا في صناعة الفسيفساء ماذا؟ ظهور هذا الفسيفساء في هذه الإغريق، في هذا الرومان، في هذا البيزنطيين لا يتوقف على الشيء الموجود عندهم، ولكنهم يعملون على ماذا؟ على صناعة، على تطور هذا الفن الجميل. أدخلوا في الصناعة ماذا؟ أدخلوا في صناعة الفسيفساء الزجاج، المعادن، وطوروا هذه الصناعة. نجد أن التطور كان عندهم ماذا؟ عامل مهم. هذه الصناعة والتفاصيل الأكثر وضوحاً وأكثر جمالاً، نجد أنهم عملوا على ماذا؟ على وضوح هذا الفن، على جمال هذا الفن. أيضاً
استخدمت قطع من الأحجار الملونة الصغيرة. هذه الأحجار احنا ذكرنا إن انها مكعبات صغيرة من الطين. هنا نجد انهم ماذا؟ الفن الهنستي استخدمت قطع من الأحجار الملونة الصغيرة، وظهر هذا الفن بالمنظور بتصميمات ثلاثية الأبعاد، بالعمق، بتصوير الأشياء الأدمية، بالهندسة. الهندسة إذا كانت أشكال اللي هي من الزخرفة، إن كانت أشكال هندسية أو أشكال نباتية، تصوير الموضوعات الأسطورية ومناظر من الطبيعة، هذا كله تطور ماذا؟ الفسيفساء عبر التاريخ. طيب الهدف الثاني الفسيفساء فن التلاحم والملاحم. فن التلاحم والملاحم لقد أطلق العرب على هذه التقنية بالفسيفساء، وهي أحد فنون الزخرفة. نلاحظ أن هذه الفسيفساء أيضا من فنون الزخرفة، لتعطي خلفية واضحة، خلفية جميلة، خلفية متألقة من عند تجليات الحضارة الإسلامية في عصورنا المزدهرة. نذكر على أنها ماذا؟ أيضا نذكر على أن نفذت أفاريز على جدران المساجد. من هذه الأفاريز هي ماذا؟ أفاريز، أخذنا الأفاريز، درس الأفاريز في المتوسط، كان عرفنا الأفاريز ووضحنا مميزاته، ووضحنا كيف يستخدمون الأفاريز في الأشكال الموجودة عندنا. هنا يذكر الأفاريز عبارة عن بلاطات من القاشاني مختلفة الألوان، تنظم على مسطحات جدارية. نجد أن هذا الفن يكون على الجدار للتزيين، يستخدمونه أيضا لتزييني. اشتملت منشأة الخلفاء الأمويين وقصورهم. لا نجد أن بس أكتفوا اللي هو في تزيين هذه المسطحات الجدارية في تصميمهم، ولكن اشتملت أيضا منشآت الخلف في الخلافة الأمويين وقصورهم، اللي هي في بادية الشام. نجد أن بادية الشام أيضا عملوا على هذه الزخرفة، زخرفة اللي هي الفسيفساء، أرضيات على مستوى جمالي عال، منسقة الشكل وذات زخارف بسيطة، وتصوير اللوحات وحولها أسفل أغصانها منظر مناظر طبيعة. هذا أيضا نجد أن الفسيفساء لا تكون في المسطحات الجدارية في البلاطات، إنما في بادية الشام عملوا على زخارف جميلة تمثل الأرضية على مستوى جمالي عالي، منسقة الشكل ذات الزخارف المختلفة الألوان والأشكال. أيضا نوضح أن اشتملت المساجد في العصور الأموية، ونجد أن هذا الفن لا يختصر أيضا بس على البيوت، على القصور، على الجدران، على البلاطات، فراغات البلاطات، ولكن اشتمل أيضا ماذا؟ المساجد في العصر الأموي على زخارف الفسيفساء، تتميز بالولاء للطبيعة. صف الصور وصفا تصويريا موضحا للقيم الفنية والجمالية. نجد أن هذه المساجد في العصور الأموية عملت على تزيين هذه المساجد بفن الفسيفساء، وصفا جميل تصويريا موضحا أيضا القيم الجمالية الفنية لهذا الفن. نوضح هنا أيضا في الأشكال جزء من واجهة الجامع الأموي بدمشق، نجد ماذا؟ جمال في هذا الشكل اللي هو يحتوي على ماذا؟ على فن الفسيفساء. أيضا عندنا جانب من مسجد قبة الصخرة بالقدس، تلاحظون يا ثاني عندنا ماذا؟ أشكال من المكعبات بألوان مختلفة، بأشكال مختلفة، تكون ماذا؟ للتزيين. هذه المسجد تعطي زخرفة جمالية، إن كانت هذه الزخرفة نستخدم هذه المكعبات على شكل الزخارف نباتية هندسية، تعطي جمال لهذا الفن موضحا القيم الجميلة.
أيضا نتكلم عن ماذا؟ عن الفسيفساء عبر الثقافات المختلفة. بلغت فن الموسيقى اللي هي الازدهار في الفن في العصور الوسطى. هناك ذكرنا أنه هناك تطور في العصر الأموي في الخلفاء الأمويين في قصورهم في بادية الشام، عملوا على هذه الزخارف بأشكال مختلفة، صنفوا الصور وصفا تصويرا موضحا للقيم. هنا نذكر أيضا نوصل هذا الجمال حتى في العصور الوسطى. في هذه الفترة ما بين 13 و14 من الميلاد ظهرت نماذج رائعة زينت العديد من أرضيات العمارة، استخدموها في تزيين ماذا؟ في تزيين العمارة. طيب وضحنا عندنا من الأهداف جماليات فن الفسيفساء، ونلخص جماليات فن الفسيفساء في ماذا؟ أولا هناك جمال بمراحل عديدة حتى بلغ قمة في العصر الإسلامي. ذكرنا أن هناك فسيفساء جميل استخدموه في العصر الأموي، استخدموه ماذا في العصور القديمة، كيف كانوا يبرعون، بدأوا من ماذا الفنون القديمة في الإغريق، ثم في الرومان، ثم في العصر الأموي. ذكرنا أيضا في العصور الوسطى. هنا نذكر ماذا تطور الفسيفساء بمراحل عديدة حتى قمته في العصر الإسلامي. نجد هنا أن هذا الفن وصل حتى في العصر الإسلامي، كان واضحا جميلا مزدهرا بتعدد أنماطه الفنية. فهو الفن الذي اهتم بتفاصيل الأشياء الجميلة العميقة التي تلفت الانتباه لجمال هذا الفن. إنه فن التلاحم والتشابه، إنه فن التلاحم والتشابه الذي عبر في دلالات عن أحوال أمة ذلك حضارة قادم للعالم إلى أفاق من المعرفة، أفاق أيضا من العلم. استطاع الفنان المسلم بإرادته الخلاقة أن يترجم لنا فلسفة هذه الحضارة، ترجمها في ماذا؟ ترجمها في ماذا يا ثاني؟ ترجمها هذه الحضارة في الألوان العديدة من الفنون الجمالية الراقية. وضح أن هناك فنون جمالية راقية بألوان مختلفة التي يقف الفسيفساء في قمة هرمها متربعا على عرش الصور. نجد أن هذه الفسيفساء قمة في الجمال، قمة في الهرم بالصور الفنية المتكاملة عبر قطع مكعبة الشكل. وضحنا قبل قليل أن الفسيفساء تكون على شكل ماذا؟ مكعبة الشكل، تكون على ماذا؟ قطع مكعبة الشكل لا يتعدى حجمها سنتيمترات من الرخام. هذا جمال الفسيفساء. أول نحو وضحنا الفسيفساء يكون على شكل ماذا؟ مكعبات صغيرة من الطين المحروق. ولكن مع التطور بدأوا في ماذا؟ مكعبات صغيرة الشكل من الرخام، من الزجاج، من القرميط، أيضا من الصدف، من البلور، وهو حجم ناطق يروي ماذا؟ يروي حكايات الماضي العتيق، ماضي جميل، ماضي يحوي حكايات جميلة في هذه الأشكال التي تتكلم عن ماذا؟ عن فن الفسيفساء. نلاحظ هنا أيضا فسيفساء من العمارة الإيطالية، فسيفساء من العمارة الإسبانية، فسيفساء داخل مسجد بماليزيا. أيضا الفسيفساء هذه وجدت في ماذا؟ في العالم الإيطالي. بدأوا الإيطاليين في ماذا؟ في تطوير هذا الفن على القباب والعقد. انتقلت بعض الطراز الزخرفية لفن الفسيفساء من عصر النهضة الإيطالية، أيضا من عصر الإيطالي إلى العصر إلى إسبانيا وإلى الشرق الأقصى. نجد أن هنا أيضا وضح لنا ماذا؟ أن الفسيفساء كانوا فنانون يستخدمونها من الإيطالية، من العمارة الإيطالية، واضح عندنا في الشكل. تنظر جمال اللي هي الفسيفساء في الإيطالية من العمارة الإيطالية، فسيفساء من العمارة الإسبانية، ك
كيف كان استشكالهم، شكل من الأشكال يوضح كيف كان يهتم هذا الإسبانيون الفنانون على هذا الجمال، على هذا الفن الجميل الراقي. أيضا فسيفساء داخل مسجد بماليزيا، كيف كانت العودة الحديثة لهذا الفن؟ نجد أن هذا الفن لا يتوقف على القدم من الإغريق، من الرومان، طوروهم أيضا في العصور الوسطى، في العصور الإسلامية، في الإيطالية، في الإسبانية، ولكن عودة حديثة لهذا الفن بصورة جديدة حديثة يواكب العصر نظرا لروعة هذا التصميم. نجد جمال ظاهر في هذا التصميم، جمال تشكيلاته النابعة من مناجم التراث والحضارة القديمة. فإنهم قاموا باستخدام ماذا؟ استخدام تصاميم معاصرة وخامات تقنيات متطورة. اكتسب هذا الفن خواص فنية منفردة ومميزة. نجد أن العودة الحديثة لهذا الفن أدخلوا إليها تصاميم معاصرة، خامات مختلفة، هناك خامات متنوعة لاستخدام هذا الفن، وتقنيات متطورة، عملوا على تقنيات وتطور لكي يبرعوا بهذا الفن الجميل. اكتسبوا فن الفسيفساء خواص فنه منفردة ومميزة. عندنا هنا نذكر أن الفنان المصري سعد رومان فنان الفسيفساء، من رواد فنان الفسيفساء، ومن صور الفنان المصري سعد رومان نلاحظ هنا من أعمال الفنان سعد رومان نجد أن جمال في الفسيفساء أشكال جميلة بألوان مختلفة، حل القيم الفنية الجمالية له، اكتشف علاقة هذا الفن بالفنون الجميلة، بالحدث الجميل الذي عملوا على تطويره. أيضا عندنا تقنيات فن الفسيفساء، ما هي هذه التقنيات؟ نعددها. وضحنا قبل قليل أنهم عملوا على تطوير هذه التقنيات من مكعبات اللي هو الطين، وكانت هذا التطوير على ماذا؟ على الزجاج، على الرخام، على والحجري. تقنيات هنا أيضا عندنا تكون على ماذا؟ على الرخام والحجري، على الزجاجي، أيضا على الرسوم والتلوين، لا مانع من الرسم والتلوين الورقي والحاسوبي. هذه هي تقنيات الفن. نجد هنا أيضا نوضح في الشكل فسيفساء الرخام والحجري، كيف يكون تصميمهم بتصميم الرخام والحجري، أشكال مكعبات صغيرة لا مانع لهم بالدخل تدخيل الألوان، مثل الشكل اللي عندنا كان يحتوي على اللون البيج، اللون الأبيض، اللون الأحمر، أشكال جميلة متنوعة لهذا الفن. إذا هنا عندنا فسيفساء الرسم والتلوين، جمال من جمال اللي هو الزجاج، هذا الشكل من أشكال الفنانون الذين برعوا اللي هو بالفسيفساء عن طريق الزجاج. فسيفساء الرسم والتلوين، هذا هو لوحات وأشكال جميلة متعددة. الورقي، الفسيفساء الورقي، أيضا عندنا الفسيفساء الحاسوبي. هي الأدوات المستخدمة في هذا الفن الجميل. أدوات المستخدمة نذكر أول أداة عندنا اللي هي قطع الرخام، المكسر والأحجار والخزف والزجاج والفصوص الملونة. ذكرنا لابد أن يكون هناك رخام، قطع من الرخام على شكل مربعات، أحجار، خزف، زجاج على شكل مربعات صغيرة. أدوات اللي هي الرسم، لابد من أدوات الرسم، أدوات الرسم اللي هي مسطرة وأقلام، أدوات تقطيع للرخام، مدام عندي رخام لابد من تكسيره، فلابد من أدوات تقطيع هذا الرخام. وزجاج أيضا توجد له أدوات لتحديده على شكل مربعات الصغيرة. أيضا عندنا اللي هو الجص وأدواته، إن كان الأدوات الوعاء والإسفنج، نستخدم الإسفنج ممكن
من أدوات الخامات المستخدمة أو أدوات اللي هو مسح والضغط، نستخدم أدوات للمسح والضغط على هذه المكعبات الصغيرة الشكل. أيضا أدوات اللي هي الحماية، حماية مثلا قفازات ونظارة وواقية وكمامة لمستخدمها الفنان الحماية. ما هي خطوات تنفيذ المزيك الحجري والرخامي؟ ما هي الخطوات؟ نذكر أول خطوة عندنا، أولا قبل اللي هو بعد تجهيز الأدوات، اختيار التصميم وتقسيمه. لابد من ماذا؟ من اختيار التصميم وتقسيمه بالأقلام والرصاص إلى شبكة فسيفساء. يقوم اللي هو بأخذ هذا التصميم ورسم هذا التصميم بالأقلام إلى شبكة فسيفساء. أيضا تنفيذ العمل عليها شبكة فسيفساء وطبع على الخلفية المراد تنفيذ العمل عليها، نطبعه. نلاحظ أن هذا العمل لا يحتاج إلى تعديل، جميل. فنبدأ بتحديد الدرجات اللونية، لابد من تحديد الألوان للتصميم لهذا الفن، تجهيز الأدوات والخامات اللي وضحناها قبل قليل، ارتداء أدوات الحماية من قفازات ومن كمامات، قص القطع والأدوات القاطعة وتكسيرها. نبدأ بماذا؟ بالتقطيع هذه المكعبات، تثبيت اللي هي القطع، قطع الميزيك تثبيتها على ماذا؟ على هذا الشكل، المختيار التصميم وتقسيمه، تثبيت هذه القطع على هذا التصميم المراد تنفيذه. أيضا لآخر نقطة اللي هي في خطوات تنفيذ الأدوات، اللي هي تحديد هذا الفن الجميل باختيار الألوان، باختيار ماذا الدرجات اللونية للتصميم، بتجهيز الأدوات، أيضا اللي هو بالتقسيم المربعات على أشكال صغيرة. هذا كان درسنا لهذا اليوم، نتكلم عن فن جميل وهو فن الفسيفساء. استودعتكم الله ومع السلامة.